الهدف من معرض الاسي اف اف بي هو عرض الابتكارات الحديثه وكذا تعزيز التواصل بين الاطراف المعنيه في هذا المجال. في الطبعه السادسه من معرض الاسي اف اف بي تواجد اكثر من 80 عارض من جنسيات مختلفه، المحليين كانوا من 60 الى اكثر المحليين، وحوالي 20 دول افريقيه، 20 دول من بينهم افريقيه اسيويه واوروبيه. الحمد لله المعرض الاسي اف اف بي في طبعته السادسه حقق اهداف كبيره، وكانوا زوار كثر في الثلاث ايام هذه الماضيه، وكان تفاعل كبير ايضا بين العارضين والضيوف مع شركه الناشئه. في تطور كبير في المجال، نوافذ الابواب والواجهات خاصه في العام هذايا واللي راهو جاي ان شاء الله اكثر. ميغا بانيل هي نتاج شراكه جزائريه مع مؤسسه اس اش التركيه المختصه في مجال صناعه وتركيب واجهات الالمنيوم. نمتلك منتوجا ذو جودة عالية ومواصفات عالمية بخبرة تقارب الأربعين سنة. مشاركتنا في هذا المعرض تدخل في إطار التعريف أكثر بمنتوجات شركتنا ميغا بانيل، وهدفنا يتمثل في تغطية السوق الجزائرية ثم التوجه نحو السوق الإفريقية. كانت عندها المشاريع، كنا احنا يا نيمبورتي وكانت عندها المشاريع ونديروا الامبورتاسيون ونخدموا. دوكا هذا المشروع اللي درناه مع شراكة مع الأساش والشركة التركية راح تكون بداية من 2024 بإذن الله. رانا منطلقين في الشراكة وفي الخدمة وفي العمل إن شاء الله. حنايا المنتوج كيكون حاضر وواجد هنايا، الخواص يجيو اهلا وسهلا ويقدروا يخدموا معنا في اي وقت يعني. الحمد لله ككل مشاركه يعني كان اقبال الزوار جد وفير، وردود الافعال ايضا كانت مرضيه وايجابيه. الحمد لله احنا اليوم الهدف تاعنا هو تكمله التغطيه المحليه. الحمد لله اليوم المنتوج تاع اش بي اس راه متواجد في كل ولايات الجزائريه، فنحن جدا يعني جدا راضيين بهذه المشاركة هذه.